طبعا الزواج هو عقد القران والإشهار به، ولكن حول العالم كله بسبب الثقافة يتم الاحتفال بالزواجات إما باحتفالات كبيرة أو متوسطة، والقليل جدا جدا يحتفل بشكل بسيط وصغير. إلين ما جاءت جائحة كورونا وخلت العالم كله يحتفل بالطريقة البسيطة والمتباعدة، وصرنا نشوف أمثلة كثير لزواجات تمت عن بعد أو حتى أونلاين أو حتى بتكون مرة مرة بسيطة ما فيها ناس. طبعا موضوعنا اليوم وسالفتنا اليوم، هل أنت مع أم ضد الاحتفال بالزواج في زمن الكورونا؟ شاركونا على هاشتاج السالفة وما فيها. أودي طبعا زي ما سمعتي في المقدمة وأنا بتكلم على هذا الموضوع، طبعا أودي من على طول أنا أقبل من غير أي نقاش. ليش تقبلي؟ ليش شايفة أنه لازم، أو خلينا نقول فكرة الزواج في وقت الكورونا حلوة ومناسبة؟ ليش؟ أول شيء تقليل مصاريف. إحنا دحين في زمن كله مصاريف مصاريف مصاريف، فهذه فرصة لهم أنه يقللوا مصاريفهم. طيب نقلل المصاريف، يعني ما نسوي القاعة الكبيرة، المغنية، بالضبط، الكوشة، الأشياء الكثير هذه، ولكن يفضل الرجال حيدفع المهر نفسه. طيب، وحيجيب الشبكة نفسها. طيب بالضبط. أيوة، بس بدل ما أحط دحين مصاريف اللي حاخذها أنا في قاعة وفي شبكة وفي كوشة وفي معازيم، ويمكن يعجبهم ممكن ما يعجبهم، أحطها أنا في صور لي، أدفع قيمة وقدرها على التصوير مثلا محترف. بالضبط، أدفع قيمة وقدرها في صور تطلع لي حلوه وارتاح، يعني جاف ما حد راح يعاتبني، ما حد راح يقول ليش ما سويت زواج. هو شوفي فيما يبدو، يعني الان يمكن كثير ناس صاروا يقولوا انه ايوه نبغى الزواج في وقت الكورونا عشان المصاريف، في ناس كثير بيقولوا ده الكلام. طيب اذا احنا في مجتمعنا اساسا عندنا هذه المشكله، خلونا نتوقف هنا، اذا احنا معترفين بالمشكله انه احنا مصاريفنا مره كثيره في مناسباتنا خصوصا في الزواج، اذا ليه ما تكون هذه فرصه بالفعل اننا نراجع نفسنا ونراجع الطريقه اللي بنسوي فيها الزواج؟ الناس يقول لك انا بصرف في الزواج وفي الفرح، الناس اللي بيجوا بينبسطوا، والله انا ما بنبسط في زواج، انا بسوي عشان الناس، والناس بيخرجوا وراح يتكلموا على زواجي وحيقولوا والله كان ناقص فيه وناقص فيه وناقص فيه، فبما انه الناس حيتكلموا وما راح ارضي الناس، اذا من البدايه نغير احنا ثقافتنا في الزواج ونخلي الزواجات بسيطه ونبتعد عن التكاليف العاليه وعن الجاهه هذه والمناظر الخداعه والنجيب والمغنيه الفلانيه والديكور الفلاني وصلنا من برا والعشاء الفلاني، لا طب احنا خلاص نغير هذه الثقافه. لانه فيها ارهاق على النفس كثير كثير، وفي شباب بيتداينوا بمئات الالوف بس عشان المظاهر الخداعه هذه. عموما احنا سالنا الناس عن هذا الموضوع وايش رايهم في موضوع الزواج في زمن الكورونا، هل هم مع ام ضد؟ خلينا نشوف آراءهم ونرجع. لا بالعكس، احس مع زواج كورونا وغير كورونا كله واحد، يعني ما فرقت كورونا، بالعكس احس كورونا افضل. بعض الناس شوي حالتها المادية يعني تستغل الفرصة أحسن لها، يعني عشان بعض الإزعاجات، بعض الناس تناظر الشيء هذا إذا ما حد ما سوى حفلة كبيرة وزي كذا يقولون وهذا وش فيه يتكلمون فيه، بالعكس يستغلونها بعض الناس اللي شوي حياتهم أفضل لهم بكثير. يعني للأسف أنا عكس اللي يحكون إنه لسه الوضع طبيعي، لسه باقي المرض موجود، ممكن يسبب انتشار، الناس ممكن انه شخص واحد يأثر على مجموعة، فما له داعي انه نأثر مع على بعضنا، وانا اشوف انه ضد الفكرة هذه كلها. لا انا مع الزواج في زمن كورونا، لانه بصراحة يعني اللي حاب يتزوج انا اشوف يتزوج هالفترة، لان فيها توفير كبير، يعني بيوفروا سفر وتكاليف زواج وحفلات وزي كذا، يعني انا صراحة أيد. بدل ما يعني كان يكون في ترتيبات كبيره او شيء، بالعكس يمكن يكون اقتصاديا على الجيل الجديد وشبابنا اوفر لهم، يعني يكون عائليا، يكون بالعكس ما يمنع ذلك. حتى السياحه الداخليه طلعت لنا اماكن جديده نفتخر فيها تماثل الغرب وافضل بعد بكثير. معه لان اوفر بالنسبه للمصاريف وبالنسبه للجمعات العائليه عادي، مو مشكله يعني بعد الازمه. طيب سمعنا آراء الناس وشفنا إيش رأيهم في زمن الكورونا،
ريم أنا لاحظ دائما تهربين من أقبل ولا لا أقبل. لا أنا راح أكون صريحة وراح أقول أنا لا أقبل الزواج في زمن الكورونا. خليني أشرح لك ليه. ليه؟ لأنه الناس كلها الآن اتفقت إنه إحنا إيه وخلينا نتزوج في كورونا عشان نوفر المصاريف وعشان ما في سفر وما في. إذا نواجه نفسنا ونحل إحنا مشكلتنا من البداية. إحنا لازم نغير ثقافتنا في طريقة الزواج والمظاهر هذه والجاه اللي إحنا بنسويها والتكاليف المبالغ فيها. أنا لا أقبل إن نتزوج في فرق في كورونا وأبغى إنه يصير لي زواج. زواج بسيط. زواج يعني بمبالغ معقولة. وأسافر وأنبسط وكل طيب شيء ريم. بالمعقول. طيب أنا أقول لك نفرض إن إحنا سوينا زواج نعم. في غير زمن كورونا. أي. طيب أنا عندي معازيم كثير. ما هو ده ممكن أنا يعني أنا كمان أعزم العالم كله أسوي الزواج. طيب ما راح أقدر بيزعل وبالعكس استغل كورونا حتى الناس ما تزعل مني حتى اللي يقول ليش ما عزمتيني ما يزعل مني ليش ما عزمتيني. عشان كورونا. أشوف أنا برضو أنت عندك وجهة نظر صراحة ولكن أنا دائما مع البساطة ودائما إنه لا نحط مصاريف زيادة على أشياء ما تسوى وما تستاهل ودائما نخلي الموضوع مرة بسيط حتى في طلتنا حتى العروسة بدل ما تشتري فستان بثلاثين وخمسين ألف أشتري فستان بخمسة آلاف بثلاثة آلاف بألفين ريال إيش المشكلة تستأجري يعني. أو حتى تستأجري يعني فموضوع إنه نغير من ثقافتنا الأساس هو أنا أقول للعروسة هو واحد يوم ومن حقك إنك تحتفلي بهذا اليوم وتنبسطي به ولكن بالشكل المعقول يعني بالموارد المادية اللي عندنا المعقولة لا تكلفي على الزوج أو أهل الزوج إنه ممكن الزوج يقترض عشان يسوي طيب فرح. ريم أنت ركزتي على الموضوع المادي طب يمكن أنا أقصد في كورونا يعني الناس أو بعضهم إنه أقلل الزعل تقلل عشان في ناس كثير حتزعل ليش عزمت فلانة ليش ما عزمت فلانة أنا عزمت العمة لازم عزم الخالة لازم أيوة الأهلية لازم لازم الجدة لازم بس كورونا حدد حط عدد معين ما حد راح يزعل الصديقات ما حيزعلوا الناس اللي بنت خالتها ما راح تزعل حتى يمكن بنت خالتها ما راح تزعل حتعطيها عذر يعني أنا أتفق معك شوية يا أهم شيء غيرنا أي أتفق معك إلى هذه الناحية إنه ممكن في ناس يزعلوا متعودين على الزواجات الكبيرة والمناسبات الكبيرة وبيجوا فيها ناس كثير القريب والبعيد يمكن إحنا نحتاج إننا نغير من ثقافتنا شوية ونعرف مين نعزم ومين ما نعزم وحتى في مناسباتنا نختصرها ونسويها مختصرة وبسيطة هي ليلة وحتعدي وهذه الليلة أهم شيء إن العروسة والعريس هم اللي ينبسطوا فيها على قولهم العروسة للعريس والجري للمتعيس صح؟ أكيد ما فيها كلام هذه أكيد طبعا إحنا كذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم أكيد نشوفكم بكرة في حلقة جديدة لا تنسوا إنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي آراءكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها